الكلمة الآن للسيد مقرر لجنة القطاعات الاجتماعية لتقديم تقرير اللجنة في الموضوع. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، لي عظيم الشرف أن أتقدم أمام أنظار مجلسنا الموقر بنص التقرير الذي أعدته لجنة القطاعات الاجتماعية إثر دراستها لمشروع قانون رقم 3009 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الذي أحيل على لجنتنا بتاريخ 3 دجنبر 2009 وشرع في دراسته بتاريخ 8 دجنبر 2010 واستغرقت مدة دراسته 54 ساعة خلال 11 اجتماعا. وترأست هذه الاجتماعات السيدة السعدية السعدي رئيسة اللجنة، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والامتنان للسيد وزير الشباب والرياضة على العرض والشروحات التي قدمها خلال كل أطوار المناقشة وعلى تعامله الإيجابي مع تعديلات كل الفرق النيابية. وجدير بالذكر أن هذا المشروع كما قدمه وزير الشباب والرياضة جاء بعد استشارات متعددة شاركت فيها الحركة الرياضية من لجنة أولمبية وطنية وجامعات وقطاعات حكومية. وهذا وقد شكلت هذه الاستشارات الأخذ بعين الاعتبار مجمل الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها المهتمون بالشأن الرياضي بخصوص الإطار القانوني لرياضتنا الوطنية، حيث يهدف إلى تحقيق ترجمة مؤسساتية للتوجيهات الملكية السامية، وذلك بملائمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية وتعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين وتنمية الاستثمار الخاص في الرياضة وإحداث إطار خاص بالرياضة الاحترافية وتقنين بعض الممارسات في الرياضة مثل التحكيم الرياضي ومهنة الوكلاء الرياضيين، كما يرمي المشروع إلى هيكلة مشروع القانون وفق المحاور المعتمدة خلال المناظرة الوطنية للرياضة، أي أسلوب الحكامة والتكوين والبنيات التحتية والانخراط الكلي للجماعات المحلية. وللتذكير، فإن ما ميز المناظرة الوطنية للرياضة بتاريخ 24 و 25 أكتوبر 2008 هي الرسالة المالكية التاريخية السامية التي اعتبرت خارطة طريق لإصلاح رياضتنا الوطنية ووضع الملامح الأساسية لهذا ووضع جلالته الملامح الأساسية لهذا المشروع، حيث جاء في خطاب جلالته: إن الوضع المتعلق لرياضتنا الوطنية على علاته الكثيرة يمكن تلخيصه في إشكالات رئيسية، وهي بإيجاز إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية وملائمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع، وكذا مسألة التكوين والتأطير ومعضلة التمويل علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية، مما يقتضي وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بهذا القطاع الحيوي. ولعل من أهم المحاور التي تطرق إليها النقاش العام تلك المتعلقة بالإطار العام الذي جاء من خلال هذا المشروع، والمتعلقة أساساً بالمناظرة الوطنية حول الرياضة والتي ميزتها الرسالة الملكية السامية. وفي نفس السياق تم التطرق إلى الحالة العامة التي تعرفها الرياضة ببلدنا، والتي أصبحت تقتضي الوقوف بجدية لمعرفة مشاكلها واقتراح البدائل الكمينة بتجاوز الأزمة التي تعيشها. وتم التأكيد على ضرورة حذو تجارب بعض الدول التي تعتبر اليوم من رواد الرياضة العالمية بعد أن عاشت أزمات متعددة، وذلك بسن مجموعة من التدابير الإصلاحية من ضمنها ترسيخ الديمقراطية في المجال الرياضي ونشر ثقافة الرياضية بين جميع مكونات المجتمع، والعمل على إحداث بنيات تحتية موزعة بشكل متساو على كل المناطق. وتجدر الإشارة إلى أن الفرق النيابية تقدمت بتعديلات مهمة على هذا المشروع بلغت 268 تعديلاً همت معظم مواد المشروع، حيث قدمت فرق الأغلبية 53 تعديلاً
وفريق الأصالة والمعاصرة 59 تعديلا، وفريق العدالة والتنمية 156 تعديلا. وإثر انعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على المشروع بتاريخ فاتح يوليوز 2010 والتي دامت 9 ساعات، قبلت الحكومة 46 تعديلا لفرق الأغلبية و28 تعديلا لفريق الأصالة والمعاصرة و101 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، مما أغنى هذا المشروع من طرف السيدات والسادة النواب، حيث تم قبول 175 تعديلا من أصل 268 تعديلا. وستجدون رفقة هذا التقرير جميع البيانات بالإضافة إلى الصيغة النهائية لهذا المشروع، وشكرا. شكرا للسيد المقرر.